ليه النهارده مباراه الزمالك، او ليه النهارده الزمالك المباراه كانت تبدو وكانها سهله عليه؟ ليه الزمالك النهارده لعب كوره حلوه تحديدا في الشوط ده؟ في اسباب تتعلق بالزمالك ولكن في اسباب تانية تتعلق بالمنافس. منافس الزمالك النهارده سموحه عمل الجيم اللي الزمالك بيحبه. ايوه الزمالك فريق بيكون جيد طول ما عنده مساحات في خط ظهر الفرق اللي بيلعبها. الزمالك مشكلته دايما ضد الفرق اللي بتتكتل ضده والحاجات اللي وما بيبقاش فيه مساحات ومخنوق. يمكن اللحظه اللي مثلا حتى الماتشات اللي الزمالك خسرها زي فاركو، حتى ماتش الاهلي ما كانش بيجد الزمالك مساحات. ماتش الاهلي مثلا كانت لغايه ما الاهلي سجل الهدف الاول مش سايب مساحات. الماتش ما كانش يعني الاهلي نازل يهاجم بشراسه ونازل يلعب جيم، لا الماتش كان بين الفرقتين متحفظين والاهلي عنده فكره واضحه بيحاول يطبقها بدون ما يهاجم ويضغط بكل خطوطه. فدي انما سموحه لعبت جيم في رايي انا اكبر من الامكانيات اللي موجوده في سموحه. سموحه من اقل الفرق تسجيلا للاهداف في الدوري، فمعنى كده هو ما عندوش كواليتي عالي. فهو عمل مغامره ما عندوش الحد الادنى من ان انا استفاد من المغامره دي. زي اللي راح سوبر ماركت دفع فلوس وما خدش المشتريات اللي دفعها. فسموحه تعالى نشوف كده من بدايه المباراه التحول يعني اندفاع سموحه كان مندفع جدا. تعالى نشوف محاولات سموحه متوزعه على داخل المباراه. انا اتصور ان سموحه والكابتن احمد سامي اتخدعوا في مستوى الزمالك في المباريات بس الماضية. اعتقد هو مدرسه احمد سامي مدرسه هجوميه شويه اصلا، هو بيلعب الكوره دي وبيحب يلعب بالطريقه دي. ممكن تحقق له نتائج. لا قبل ما نيجي للقطات تعال نشوف الاول في صوره بتبين محاولات سموحه ومحاولات الزمالك. هاتوا الصوره الاول يا جماعه وبعد كده نجيب اللقطات. هتبين لك محاولات سموحه متوزعه على اللقاء. في اول ربع ساعه سموحه هو اللي حاول والزمالك زيرو محاولات. يعني في اول ربع ساعه سموحه حاول على مرمى الزمالك والزمالك لم يعمل اي محاوله ايجابيه على مرمى سموحه. يعني معنى كده ان سموحه كان نازل يهاجم. خلاص ممكن الصوره احنا قلناها. لا هتيجي معانا تمام. دي التوزيع. التوزيع هنا له علاقه بنهايه المباراه. ممكن تغييرات الزمالك في وسط الملعب اثرت، ولكن في بدايه المباراه كانت في محاولات من سموحه من الدقيقه او بدايه الماتش دقيقه 15. محاولات الزمالك نفسها هتلاقي اول 15 دقيقه الزمالك لم يحاول على مرمى سموحه. وده يعني ايه؟ ده يبين لك الشكل اللي دخل بيه سموحه المباراه. كانت ممكن المغامره تثمر، ولكن زي ما قلنا هنرجع لها تاني بقى في نهايه المباراه واحنا بنتكلم في نهايه تحليلنا. سموحه حتى لما هاجم في نهايه المباراه ما كانش ايجابي. ما قدرش يسجل غير الهدف الواحد لان الكواليتي اللي موجوده عند هو ما عندوش الكواليتي اللي تحول الهجمات دي لاهداف، بدليل ان هو في الدوري مش من اقل الفرق تسجيل اهداف مع حرس الحدود. نيجي للقطات ونشوف من بدايه المباراه هاتوا اللقطات بقى على طول. الجيم اللي كان بيلعبه سموحه في الدقائق ايه؟ انا بكلمك في اول الدقائق.